الله شيقة، شكرا يا عم سيد. ألف أنا يا باشا. بس ده وريني ده إيه؟ ده اللسان. ده اللسان. ده اللسان. ده بيحضروه مسلوق، ها يا عم سيد؟ آه ما تاكلش، تاكل ني إزاي؟ لا مش ني. أنا أنا باكله في مي يا عم سيد. ما تحت أمرك وريني. لحمة الراس بالذات ما تنفعش تتحمر. كله سليم. لو نزلت في الزيت انتهت طعمه. ايوه فاهمه قصدي. بس امال ايه اللي بقى ما دام هي بتتسلق منين تفرق الحلو من الوحش ما دام سليق وخلاص؟ ازاي يعني؟ يعني ما دام سليق وخلاص تفرق منين النفس الحلو والنفس الوحش؟ لا حط ايه في ميه السلق بقى؟ لا 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 ولا اي حاجه، ولا بصله ولا كرفسه. لا البصل بتاع الممبار، ما انت بتحط الممبار في قلبيه. طيب ما هو في حاجات اهو. بس برضه النفس مهما تعملي في شيء زي ما قلت لسالتك قبل كده، يعني تخش على مطعم ممكن تاكل لمؤاخذه يجيب لك طبق كده ما تاكليش منه حتتين. لا بس اشرح لي، انت بتكون حاشي المنبار وكله بيتسلق مع بعض. كله بيتسلق مع بعض. فالخلطه اللي انت حاططها في المنبار ريحتها بتمسك بقى في الحاجات التانيه. طبعا انت شم ريحه السلطه بس. جميله. خل وشبت لا الريحه لازم تحط لها التوابل الصح. فده اللسان ودي اللي تحت اللسان. دي الجبهة. وده اللي هنا. اللي هي خدود. ودي دي الجوهرة. وده العينين. الجوهرة اهي. وادي المخ. ده المخ. ده اهو سنانه وادي الجوهرة. دي الجوهرة. اصل متهيألي ان الاكلة دي انا حاساها رجالي قوي يا عم سيد، مش كتير ستات بتاكل الحاجات دي. ده في ستات بتيجي بعربيات عندي. دي ستات جريئة قوي. لا في ستات بتيجي بعربيات، هي وجوزها. يحبوا الجوهرة. كنت حاساها رجالي، أكل رجالي. لا 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 لا، هو الأكل فيه رجال وحريم. أيوة طبعا. لا يعني ستة كبدة جوزي ياكل ستة كبدة. الله أكبر. لا أقول أعوذ بالله من الفلق. أنا ما أكلهم. ممكن 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 لما أعظم عليه أقول لك الهمبرجر من بتاع الحاجات اللي طلع الجديد ده. أو ممكن الشباب اللي هو طلع جديد ده ما يعرفوش حاجة زي كده. لا لا كل المصريين بيحبوا الأكل ده. ما يعرفوش شباب، ما تعرفش الحاجة زي كده. والمنبار بتاعك اللي هو جوه ده شكله جميل. وده المنبار. شكله حلو. ادوق حته كده. ادوق اللي انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حته صغيره؟ لا نصها يا عم سيد. لا بس يلا مش هحط، احط الباقي فين يا عم سيد؟ بسم الله. جميل يا عم سيد. باللي انا شفته. ومشطشط وبصل لازم حركات. لازم تحطي له التوابل بتاعته. لازم تحطي له التوابل، اظبطي الحاجه عشان تطلع مكتوب. دي بقى دي فعلا كل حاجه. ايوه اي حاجه. خلي بذوقك. الله يكرمك. يلا نمشي؟ ينفع امشي بكوبايه الشاي يا عم سيد؟ ينفع. يلا.